لا إله إلا الله. بسم الله. أبو نوف. زبط أمرك. هلا أبو عمر، صبحك بالخير. صبحك الله برضى والسرور. عجل علينا فنجان قهوة اللي مثل ذيك المرة اللي يصمد الرأس. ابشر بالقهوة اللي تسمر راسك يا ابو عوض. تسلم. اقول الشيخ عبد اللطيف تسنه طول يا اخوي، ما ادري ليش. لا اطمن، ابو عبد اللطيف هذا هو ان شاء الله عندك قريب، يومين هو عندك. بس بالعاده اذا راح له يومين ثلاثه رجع، هالمره ما روحت اللي طولت. انت تخبر الروحات لا بغى يسافر، ثلاث ايام هنا واربع ايام هنا، وخاصه لا بغى يروح لذا الديره البعيده في الصيف، يعني ثلاث تشهير شهرين، وخاصة لبغى يروح الباريس ولا يروح لندن يعني. لا والله أظنه نازل له بنية صغيرة بالمغرب ومعرس عليها، بس ما يبيع المحل. لا 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 تطمن، أبو عبد اللطيف رجال يحب بنات الديرة وبيعرس بنات الديرة. نعم. إيه يحب السعودة. دمك خفيف. معقول الكلام هذا؟ شفت يا أخوي؟ الوالدة مسكينة ساكتة وصابرة ولا تكلمت. أنت متأكدة أن هذا التقرير النهائي؟ إلا متأكدة، لو ما هو نهائي ما جاب الدكتور طارق شخصياً لهنا. طيب وش رأيك أنت؟ والله يا أخوي أنا أقول نخلي الموضوع بيننا لين ما نشوف شو راح نسوي. الو، هلو فرانسوا، yeah just a minute. وايش في يا رانيا؟ الشيخه فرانسوا على الخط، شو قله؟ الشيخه خليه يفارق، قال الله يرده. حاضر شيخه. وشو فرانسوا هذا؟ شيخنا منا الحين، خلنا في المصيبه اللي حنا فيها. شي از فيري بيزي بيزي فرانسوا. اوكي باي. طيب وش قال الدكتور طارق؟ والله يا اخوي هو قال انه الحين الوضع مطمئن، بس بصراحه لازم نفكر بجديه في العمليه الجراحيه. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا علموا انا ماشي. بغيت شيء؟ لا يا اخوي ابد، سلامتك، بس تكفى الولد لا يحس بشيء. خير ان شاء الله، على العموم رايح للمطار استقبله. تفضلي. وقت الحين يا رب وش هالنكبة. حاجة عجيبة إذا حاجة تخدر
اسمع انتي تحطتني ما حد اسرني كثر حتى ابوكي جنبي وشلون من شفتها انتي تحطتني. قولي ما اخبرتك؟ يقول انا في تنبكتو ورا هالصيد الله يرجع بالسلامة. طيب وما قامت بيرجع؟ لا والله ما قال ما ادري. يوه الحين شفقنا من الوالد لا وصل المطار وما شاف ولده بالناس اللي يستقبلونه. اي والله معاه حق يا بنيتي. تدرين؟ انا بروح اكلمه بالتلفون واشوف اخرتها معه. هي زين تسويني مر. قصر قصر كل شيء قصر كل شيء عندي تليفون ضروري بس هلا هلا والله بغلى الحبايب سبحان الله تصدقيني يمه قبل خمس دقايق كنت افكر فيك سبحان الله معك عسر انت وجايه وحشتيني يا اغلى الحبايب تركي هذا من احسه اللي عندك ها الله هديك يا امه يعني انت اللي مثلك فاهمه وتقدرين تعرفين يعني التلفزيون وش بصير يعني هالبرامج اعوذ بالله كلها مذيعات الحين الواحد صار ما يعرف اخ منك طالع له بوك نسخه عنه اقول امه سلمي لي عليه اقول هذه اختك موضي جنبي تسلم عليك وانت متى بتجي يا ولد ان شاء الله ماني مطول يا امه كلها يومين بس اخلص شغالي واجيكم قولي لنا في ناس يسالون عنا سمعت يا ولد موضي تقول في ناس يسالون عنك من هم اللي يسالون عنا هي موضي يارا 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 تسلم عليك الله يسلمها المهم يا يمه ما علينا الحين اهم شيء انت بس تاكلين علاجك كويس تنامين ترى هذا اهم شيء عندي يا يمه اقول تريكي ادري ادري انك بدبي ما انت بتنبكتو مثل ما قلت لي الله يهديك يا يمه وش فيك انت عاجله اليوم انا كنت بدق عليك وبقول لك هي انا في دبي بس جيت اخر الليل وخفت ادق عليك وازعجك زين يا وليدي انتبه لنفسك ان شاء الله تامرين امر يا يمه صدق من شابه باه ما ظلم يلا ابوي في ماله يلا مع السلامه ها تنبكتو ولا دبي؟ اقولها اشوفكم انتوا اللي تكيتوا قم قم شغل شغل شريك تجي من تنبكتو عطنا عطنا بس الاغاني خلاص انتهت المكالمه هذا الجوال قفلناه نسيت وراك نسيت بس يفضل عمرك واحدة لا تسوي واحدة بس رح جعل فؤاد كل قلمي طيب
ايه طيب هذا النظام الله يحفظك، على مو انا اللي جايب النظام، هذا النظام هو من عندي. والمخطط انهيته ولا لسه؟ طيب اسمع اسمع يا ابو نضال، اسمع اسمع اسمع، طيب خليني اكلمك، اسمعني. مساحه الارض كم اصلا؟ ايه طيب يا ابو نضال خلاص اكلمك وقت ثاني. انا ايه انشغلت شوي. لا لا عندي شغل. ايه خلاص بكلمك وقت ثاني لان فضيت، بكلمك ان شاء الله. في امان الله، مع السلامه. ابو نضال السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ سنة. حيا الله أبو عوض. وين الغيبات؟ لنا مدة ما شفنا. والله يا أبو عوض لهينا في تأثيث المساجد. ما شاء الله. إي والله أنت عارف هذه بيوت الله. نعم. يبغى لها متابعة، الواحد لو تركها في يدي العاملة، الأيدي العاملة هذه. صحيح. ضيعوها. صحيح صحيح صحيح. الله يجزاك. تفضل تفضل. بسم الله. لا إله إلا الله. بسم الله. ما شاء الله. قل لي وين وصلتوا في تأثيث المساجد؟ أقسم يا أبو عوض الحمد لله الجامع وخلصنا منه. سم سم الله عدوك. شكرا شكرا يا شيخ سند. ما سوينا إلا الواجب يا أبو عوض. أقول ترى الشيخ وصل من المغرب، وصل مبسوط ومسفهل. نعم إذا كان عندك ورقات ولا مشاريع ولا شيء عطنا إياها علشان نعطيه إياه. هتصدق يا أبو عوض أني توني مكلم أبو نضال. وش أبو نضال؟ هذا يا أبو عوض مقاول متخصص في إعمار المساجد. إيه ويبني فلل ومساكن. لا يا أبو عوض أبد، هذا سبحان الله ناذر لنفسه، ما يبني إلا بيوت الله والمصاريف على أهل الخير الله يحفظهم. الله يجزاهم بالخير. على كل حال مثل ما قلت لك الشيخ بيجلس عقب صلاة العصر، ها وجهز ورقاتك وذولا. قعدت معه وشفته رجال مبسوط وقام يضحك. ازرفه بالمشاريع زين. الله يحفظك. بزنة وش بشرت فيه؟ ابو عبد اللطيف وصل من المغرب. ايش يسوي في المغرب ابو عبد اللطيف؟ وانا وش دراني وش يسوي بالمغرب؟ يقول عنده اشغال، اشغال واجد، اشغال واجد يا منوف. لا وفي نفس الوقت سواها اشغال ونقاها. نقاها؟ هي بنت الحلال. لا ولو تشوفينه سام ما تعرفينه، الرجال رجع مثل الحصان. من هو ذا اللي صحته زي الحصان؟ هنا يا بنيتي نتكلم عن الشيخ ابو عبد اللطيف، وصل من المغرب وما شاء الله عليه صحته مثل الحصان. شايب ويسافر من هنا لهنا بدون زوجته؟ والله ما عنده دم. نوف وش هالكلام اللي اسمعه؟ مو هو بعيب عليك؟ استعي على وجهك يا بنتي. ابو عبد اللطيف ما قصر، فتح لنا ملف في مستشفياتهم واهتم في علاجنا. فعلا فعلا ما قصر معنا الله يجزاه خير. أقول حمود ما أدري، أنا حاسة اليومين هذول زادت سفراتكم للمغرب، يعني ما تحسنا شوية زايدة؟ وش نسوي؟ أبوك الله يطول عمره إذا أصدر أمر خلاص لازم ننفذ. طيب يعني أنا أقول ما عندكم حد هناك يدير مشاريعكم؟ مقبولة يا مودي، مشاريع بالمليارات نسلمها حد غيرنا، لازم نشرف عليها بأنفسنا بالحلال. طيب دام كذا يعني ما ينفع تروحون كلكم مرة واحدة، مرة أنت مرة الوالد ومرة روح عبد اللطيف. انت عارف الوالد الله يطول عمره يعني مشاريع هذه لازم بنفسه يباشرها، يلفلف بنا من صلاة الفجر أول ما نروح المغرب إلى المغرب، بعد المغرب تشوفينا مشخرين كذا ونايمين. مهما زادت الحروب بيننا لابد من لحظات السلم، أراك فيها أجمل الجميلات.
بسلم عليك. إذا أنك تبين النادي ونفتح معه الموضوع ترى أنا زاهبين. أبيك تهتم فيه وتدير بالك عليه. إن شاء الله طال عمرك. آمر. شوف أبو عبد المحسن. سم. خلي يسلم بداله القهوة. ومبارك وش نسوي فيه طال عمرك؟ خله مشرف عام. المهم احرص على راحته. مشرف عام؟ إن شاء الله طال عمرك. إن شاء الله. وخل كل وقته بالقصر، لا يجينا المكتب إلا إذا طلبناه، وحسسه بالراحة ودوره وهميته. الرجال خدمنا 30 سنة. نعم الله يزودينا في الجنة. الله يبارك فيك يطول عمرك. شباب في المكتب عندي شغل عن اذنك. بسلامتك الله يحفظك. ورا الاشقر كذا زعلان؟ انت قولي لي بس من مزعلك وانا اذبحه. ها ما فيني شيء. يمه صحتك زينة؟ ما فيني إلا العافية. طب وراك كذا كأن هموم الدنيا كلها على راسك. شلون هموم الدنيا ما يبقى على راسي؟ أبوس يجي الرياض ما يمر علينا ولكنا موجودين بهالدنيا. يا يما أبوي هذا وانت تعرفينه خلص، يعني هذه ما هي بجديدة عليه. أنا ما أبي منه شيء يا بنيتي. أنا كل اللي أبيه أنه كان يمر بيتها الكبير يشوف عيالها. يعني أنا ما منحته في شبتي، أبى منعه وأنا يلا حسن الختام. يا يما بعدك شباب، بعدين هذيلة كلهم ترى يروحون يجون، أنت الأصل يا حلو وما رد لك. صدقيني طال الزمن والانقصر. بس ولو ولو يا بنيتي ترى كلام الناس يعور القلب. يا بعد حي ترى كلام الناس لا يودي ولا يجيب، يتعب. بعدين حنا محسودين، وش عليك منهم؟ وسعي صدرك عن اذنك. وعليكم السلام. هلا كيفك؟ هلا هلا بنتي الجوهرة. ها اتحفينا سبب زيارتك هذه؟ افا افا يبا ما حكيتها منك. معقولة الحين يبي لي سبب ازور حبيب عمري؟ انا عارفك اكثر ما تعرفين نفسك. قولي شو اللي ببالك؟ عشان كذا نحبك يا أحلى أبو عبد اللطيف هالدنيا. بس يعني مستغربتك شوي، هاليومين ما تسأل عن الوالدة؟ خير وش فيها؟ ما فيها إلا العافية، بس بصراحة هي حازن بخاطرها إنك ما تسأل عنها. يبا أنا ما بيك تحسس أنها مهمشة. مهمشة؟ أم عبد اللطيف مهمشة؟ أم عبد اللطيف بقلبي وأكثر وحدة موجودة بقلبي، بس أنا هاليومين انشغلت شوي. أكيد ما حد شاغلك إلا سلوى. سلوى؟ لا سلوى صارت قديمة. أجل صارت قديمة، من الجديد؟ خلينا عندك الحين، إيش ناقص تسوين مع عثمان؟ والله بصراحة يبا ما أدري. هذه عاد أنا ما أرضاها عنك، لازم تعرفين وش ناوية تسوين. كلامك صحيح يبا، الله يجيب اللي فيه الخير.
على كل حال قرري وبلغيني، المهم ما لازم يطول الحال ده أكثر من كده. إن شاء الله يوبا، عسى عمرك طويل، الله لا يحرمني منك. زين خلاصنا، روحي الحين لشغلك وأنا خليني أشوف شغلي. ما تبي شوفتي إن شاء الله. يلا. أقول يوبا شغلي أنا عارفته، بس أنت أي شغل فيهم؟ على إذنك. تأكدت الحين من معزتك عندي ولا لا يا مبارك؟ ما في شك يا أبو أبو. شف تزبطنا لك الموضوع وابشر بالخير. الله يبشر هالوجه بالخير. ناظرني زين. سم. هالحين تيجي ولا ما تيجي أنت حر. اي نعم، تداوم او ما تداوم ايضا انت حر. شو تسوي الهوى ولا ما تسويها انت حر، وما بغيت تجي على راحتك. ويحسمون من راتبي ولا ما يحسمون؟ هم احرار. الا هذه راتبك ما حد يقدر يلمسه، انت رجال لك مده طويله وخدمتك طويله. افا عليك. افا يبي يحيلوني للتقاعد. الله يهديك يا ابو نوف، هالحين انا جاي افرحك ولا جاي اعزيك؟ الله يهديك. طيب وش القصه علمني؟ هالحين انت ما تتذكر اني قلت لك ان الشيخ يعزك ويحبك ويغليك؟ الله الله. شوف يا ابو نوف، الشيخ وجه الله يطول عمره ان عبد المحسن يحل محلك وانت تصير في القصر مشرف عام. مشرف عام؟ وش شغلتي يعني؟ بصراحة عاد الشيخ وده يعزك ويرزك وقال انك تجي معي في القصر احسن لك وريالك. في القصر؟ من فراش في الشركة اذا موظف في القصر وش استفيد؟ وش تستفيد؟ الله يهديك يا مبارك، الله يهديك. تستفيد الخير والبركة، بتصير قريبا في القصر. إن مرة شرها ولا لك خاطفها، والمرة شيء زين وفي بركة ولا لك الأول. وبعدين تعال أقول لك يا أخوي، تفتك من هالشركة والروحة والجية وزحمة هالشوارع في بطن هالرياض. ادخل. Thank you. اللي صار حق مبارك؟ ايوه سالم، ايش هالقرار اللي جايبيه حق مبارك؟ مين؟ الوالد الحفظه؟ ايه خير ان شاء الله. طريفك عندك؟ وين راح فيه؟ راح القصر. زين مع السلامة. تفضلي. تفضلت. بس أبيك تفرديني، تعتبرني ما أحب أشوفك زعلانة ولا بشوف والد يشوفك كذا متكدر. أبوتي يعرف وجهي من يوم أنا صغيرة. جمرة فيها حلوة زعلانة؟ أقول يلا عاد تعال تغدى وتقابل التلفون. هلا هلا يوم. شو اخبارك؟ الحمد لله. وينك شغلت عليك؟ من زمان ما كنت معي على سفرة واحدة يا تركي. هلا يوم. هلا ابوي، الغريب انك ما انت مسافر. عاد هو اشوى من غيره اللي ما نشوفهم اغلب الوقت. انا سألتك يا تركي، وراك ما ترد على ابوك. وش تبي يقول؟ كان المفروض يا تركي يوم انك في تنبكتو كان سيرت على ابوك في المغرب، ترى المشوار مو بعيد. عاد اللي يامر فيه الوالد يا يمه يصير. وهو ما سير على ابوه في الرياض، يبي يسير على ابوه في المغرب. يلا اكلوا اكلوا سموا بس اكلوا قبل لا يبرد الاكل.
سمو. اوه حمود حبيبي ما يصير كذا، صار لك اكثر من سنتين تقول بناخذ شقه في دبي، وكل ما رحنا دبي قعدنا في شقه ابوي، يصير؟ طيب وش فيها؟ ما شقه الولد شقه العائله، شقتنا كلنا يعني، حلال واحد. خلاص اجل، دام الحلال واحد على قولتك، وش رايك نطلع من فلتنا هذه ونروح نسكن في قصر الوالد، يكون احسن مو كذا؟ ما انت 24 ساعه في قصر الوالد، انت تجين هنا في المناسبات، في عيد الميلاد بس. ايه لانك دائما تكون مسافر. الو هلا هلا عمي حمد، الحمد لله الله يسلمك طال عمرك. اي موجود. اي لحظه شوي لحظه. على فكره ابخل واحد في الدنيا دايما يتصل على التليفون الارضي، ما عمره كلمني على الجوال، في اختراع اسمه جوال. طيب رد عليه وخلصنا. هلا هلا والله باحلى خال في الدنيا، وشلونك يا خالي؟ اسمع يا حمود، لازم تجي نتفاهم الان. لا لا يمكن تاجيل هالمساله، لازم تجي ونروح نتفاهم مع الرجال. الى متى وحنا ساكتين مثل النسوان؟ انت تعال نتفاهم ويصير خير. اسمعني، ما بدلة القهوة تجهز إلا أنت تكون عندي. طيب أبشر، سام طال عمرك. ها وش يبي؟ ما أدري، أنا بروح أقيل يا أمه. زين بس قبل لا أقيل أها أبي أعرف وش بينكم. وش بيننا من حنا؟ حنتي وأبوي. وش بيننا أنا وأبوك؟ يعني الكلام اللي صار على الغداء والهمز واللمز بصراحة ما عجبني. أقول خلك من اللي بيني وبين أبوك، وعلمني متى بتركض وتعقل. أركض وعقل وأنا وسويت؟ اسمع ترى بفتح الموضوع مع أبوك يا تركي. هاي موضوع يمه. موضوع زواجك، موضوع استقرارك يا أبوي. يا يمه الله يهديك، إذا أنا نويت الزواج أنتم ما أنتم قصرين. ترى أمي ما حق الموضوع هذا يصير من زمان، ولا شايف نفسك توك صغير؟ انت لو سمحتي لا تتدخلين لان الموضوع هذا ما يخصك. اقول تراني اختك الكبيره، انت ما تحترم احد. وانت انا ودي اسالك، انت شو اللي رادك عن العرس؟ بصراحه يما للحين ما جا وقت الزواج، من وجهه نظر انه بدري يعني. يا حبيبي العرس مو برادك لا عن شغلاتك ولا عن سفراتك، ودي اشوف عيالك قبل ما اموت. يا يما عسى عمرك طويل، بس لا تكثري من شغلات، هذا والشغله بعد. الله اكبر، هو شغلي في النادي الرياضي ومجهوداتي هذا كله صارت هباء منذوره. لا يا اخوي بصراحه انا ما انتبهت السموحه، انت اثريت الاقتصاد الوطني بنواديك. هي طبعا النشاط الرياضي هو اللي مشغل شركتكم وجايب لكم دعايات، ولا هذا ما ملأ عينكم بعد؟ المهم بتروحين الشركه اليوم؟ ايه ليه وش عندك؟ بمرك بجلس عندك نص ساعه كذا. لا تجي ماني فاضيت لك، رايحه انا وموضي برج المملكه. حموم انا الكسبان وانت الخسرانه، كنت ناوي اجي اسليك. اقول سوالفك خليها عندك، ما تسلي تغث. الى هنا نوقف يا حمود. يا خالي يا خالي هدي الله يرضى عليك، انا ماني معاك في اللي قاعد تسويه. تراك دبحتني كل شوي هدي هدي هدي، يعني شلون اسكت ما اتكلم؟ انا ما قلت لك اسكت، بس الآن الوقت غير مناسب. الله يطول عمرك، صدقني الوقت غير مناسب اللي تسويه ذا. ومتى راح يكون مناسب؟ لين أبو عبد اللطيف يورث الشركة ونخسر كل شيء يا حمود؟ أقول أنا في الشركة ماني طرطور، أنا شريك زيه، بس يا بالحلال هدي الأمور، بس سيب الموضوع علينا تصرف. مو عشان كذا يا حمود أنا ناديتك، أبيك توقف معي ولا ترى بتخسر كل شيء. أنا أكثر واحد يعرفه أبو عبد اللطيف، هو أبو عبد اللطيف في سره يكره أمك ومو محترف بحقها، وفي نفس الوقت يكره ابوك لانه يقول مو اصيل. نشوف في الاخير من الاصيل، بس انت روق بس، يلا في امان الله اشوفك بعدين. يعني معقوله يبا بتصير خوي عنده؟ وش فيها يا بنيتي اذا صرت خوي؟ الراتب وزاد والراحه يا ربي لك الحمد مرتاح. اي بس يبا والله ما ادري ايش اقول لك. لا تقولين شيء يا نوف، اسكتي واحمدي ربك على النعمة. الحمد لله على كل حال. هايبة أقوم أسوي لك الشاهي؟ يا ليت يا بنيتي، الشاهي من يديت يا نوف طعمه يختلف. حاضر
نوف شاهيها غريبة. سافة يا عثمان، والله مرت أيام حلوة وذكريات أحلى بهالبيت. وش اللي صار؟ كله منه.